السوق إن شاء الله استقر ورجعت المواد إلى وضعها إلى طبيعتها وتوفر كل شيء بالسوق إن شاء الله. جهود المسؤولين والطيبين خلية الأزمة هم ما قصرت يعني، وندعي إن شاء الله أكثر وأكثر يوفرون بالمواد للمواطن، فالمواطن دائما يريد أكثر ويريد أرخص مما يقول مثل ما يقول يعني. كلها تدري أنت، الموظف على الراتب والمتقاعد على التقاعد ماله، وتقريبا كلها يعني مشي حالها. ونشكر المسؤولين والطيبين وخلية الأزمة بأن وفروا المواد كاملة للمواطن. المواد توفرت إن شاء الله وما قصروا، كلهم ما قصروا ما شاء الله. لا كلها نزلت، مواد كلها توفرت، البياض الدجاج كله بنزول ما شاء الله. مثلا البياض سبع أربع ربع البياض قاعد نبيعه، كان بخمسة وخمسة ونص، كان الأجبان نزلت كلها، المواد المعجون نزل، المواد الغذائية كلها نزلت، أي أربعتهم كلهم رواتبهم كاملة، أي ما قصرنا عندهم أي مبلغ. جد المحافظ وصى بيها إحنا المواد الغذائية والبرادات، خلانا نروح نجيب راحتنا، سوينا كتب رسمية موجودة بسياراتنا. هسه الحظر لا زين، جيد جدا، والسوق هسه شوية يعني تحسن أحسن، وشوية تحسن السوق يعني، مو مثل ذاك النهار أزمة وزحام وهوسة وأيام رمضان هم. يعني صارت ايام رمضان حيل ازدحام اول ثلاثة ايام اربعه، بعدين هسه تحسن السوق رجع كما هو، كما قبل رجع السوق، ويومين انطوها حضر، هسه اسبوع يومين كان جيد جدا، رجعت حياه بعد احسن. العمال ما عمال كلها ترتاح يومين، ترتاح براحتها يومين بالاسبوع، والعالم كلها تشتغل وزين يعني حيل زين السوق وحركته وكلها رجعت. جينا من كركوك، جينا من كل مكان زين، سيارات ما عليها التريلات يعني شيء من تجي ما حد عليه به، غذائية بالخص غذائية مخضر ما حد له شغلة به.